السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي ولدني مسلما، الحمد لله الذي جعلني مسلما، الحمد لله الذي أنار دربي، الحمد لله الذي نزع البغض والكراهية من قلبي، الحمد لله الذي لم يجعلني حيوانا أشتهي وأطمع وأمارس الإباحيات والأباطيل. إذا نشرت من زمان هذه الخبيثة، هذه الفاسقة، هذه العاهرة اللي تدعي القداسة، وهي أسوأ من السوء، تدعى هبة الأمازيغية. قالت في مقالها: اخترت أن أكون مسيحية في النور بعد أن كنت في الظلام. الله يا جماعة، شرحوا لنا كلمة الإسلام دين الظلام، شرحوها لنا، ما مانيش فاهم. ثم قالت: اخترت المحبة بدلا من الكراهية. هل المسيحية دين المحبة؟ إلا في عقلك أيتها الفاجرة. كراهية إيه؟ ونحن نرى أن نرى وننظر ونسمع عن دخول ملايين ومئات الآلاف من المسيحيين في دين الإسلام رغبة ورهبة فيه، بعد أن كرهوا من الكذب والخداع نتاع المسيحية. كاين 60,000 إنجيل وستين ألف يسوع عندهم. إذا كان الله عز وجل يولد، فهذه أكبر جريمة ارتكبت في تاريخ الإنسانية. ثم قال: تركت دين الشهوات، دين الطمع. والله ماني عارف منين كتجي في الشيء هذا. عندها أدلة؟ إذا كان عندها أدلة تعطينا الأدلة. وكل الإباحيات والأباطيل، واخترت مسيحية القداسة. أنا ما نقدرش نستمر في قول كلامها، خاطر طلع لي الغاز الصخري لمخي. أبا نخليها إن شاء الله الاختصاصيين والإخوة الكرام يردوا على هذه الفاسقة، هذه على هذه المجرمة، على هذه المرتدة، ويعطيوها الصح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا.